ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معكم في موقع جديد ونتعرف أكثر على هذا الموقع، خليكم ويانا. حلقتنا اليوم عن مشروع تحول غابة تضم ملايين الأشجار، حلقتنا اليوم عن غابة مشروع حجز الرمال. حجز الرمال هو عبارة عن مشروع تم تنفيذه لصد الرمال ومنعها من الزحف لمدن وقرى الأحساء، وهو أكبر منتجع ترفيهي للعائلات في الأحساء. السبب اللي كان وراء إنشاء مشروع حجز الرمال هي الرمال المتحركة اللي هددت القرى بالدفن والاندثار، ومنها مدينة العمران بالأحساء، ما جعل الأنظار تتجه إلى إيجاد حل عاجل لإيقاف هذا الزحف من خلال إنشاء مشروع. نسمع تعليق ضيفنا الناشط الاجتماعي صاحب قناة الواحة الأستاذ عقيل البحراني. فكرة منتزه الأحساء الوطني المسمى قديما مشروع حجز الرمال، من هذا الاسم مشروع حجز الرمال نأخذ الإجابة، وهو كانت المنطقة تتعرض لطمر بعض القرى وبعض الأجزاء من الأحساء، وخصوصا بعض قرى مدينة العمران، فنشأ هذا المشروع في عام 1962 ميلاديا الموافق ل 1382 هجريا في عهد الملك سعود. منذ أكثر من 3 عقود ظل منتزه الأحساء الوطني حاضرا في جميع المناسبات، ويستقبل زواره من العائلات والعزاب، وظل على مدى عقود المتنفس الوحيد لأكثر من 1.5 مليون مواطن. بالنسبة لفكرة تحويل المشروع إلى متنزه وحل أزمة التنزه ذاك الوقت بالأحساء، هذا بعدما نمت الأشجار و وصلت في زمن الأزمان 7 مليون شجرة، أتت فكرة أن يكون متنزه للناس وللأحسائيين، وكذلك لمن يزور الأحساء من خارج الأحساء، ففتح المنتزه كمتنزه في عام 1405 هجريا، وذلك في عهد الملك فهد. حجز الرمال بالأحساء أصبح منتزه سياحي ذات مساحة كبيرة يحتضن الأسر ليحل أزمة التنزه والاستجمام في المناسبات والاستمتاع بالرمال الذهبية البيضاء. البعض يذهب إلى منتزه الأحساء الوطني طول النهار، يعني يروحون الصباح يفطرون، البعض يطبخ مثلا الفطور، بعضهم تجي فترة الغداء، بعضهم يطبخون بعد فترة الغداء، بعضهم لا يفضل أنه يجيب من المطعم. كان قديما أيضا في برك ماء الناس يعني تسبح فيها يعني في نفس المكان، وإذا جاء العصر مساء يعني تجي السيارات الفود تراك اللي تبيع الأكلات الخفيفة، تجي سيارات الأسكريم أيضا، يجون بإمكانك أنك تركب الخيل، يجون رواد الخيل مثلا بالأجار على اللفة مثلا ب5-10 ريال مثلا، أحيانا يجيبون بعض الأحصنة الصغيرة أو الحمار الحساوي تكرمون، أو العربة تأخذ فرة مثلا، عربة خيل تأخذ فرة على المكان، مكان مهم يعني ومكان حيوي،
وترجع، فأجواء جميلة صراحة يعني منتزه الأحساء الوطني. وأذكر قديما كانت عدد الأشجار والخضار أكثر خضرة وأكثر عدد أشجار من الآن. يضم منتزه حجز الرمال أعداد جيدة من الألعاب، فيما يتجه محبو التطعيس إلى الكثبان الرملية المنتشرة داخل المنتزه لممارسة هوياتهم. يتوافد الناس في منتزه الأحساء الوطني عصرا أكثر من صباحا وظهرا، ويكتظ بالازدحام في عطلة نهاية الأسبوع وخصوصا يوم الجمعة. بجانب منتزه الأحساء الوطني منطقة شبابية يرتادونها الشباب لممارسة رياضة التطعيس بالسيارات الدفع الرباعي، بينما داخل المنتزه يمارسونها أكثر يعني حاجة هم العوائل. يعني أنا أذكر من قديم الزمان كانوا بعض العوائل وبعض الآباء وبعض الأزواج يعني يعلمون زوجاتهم بقيادة السيارة يعني في داخل المنتزه، وأنا أحد شهود العيان وأنا طفل يعني شفت بعيني يعني. والآن لما تذهب يعني تشوف يعني بعض البنات والنساء يمارسون رياضة التطعيس داخل المنتزه بشكل فردي وبأعداد قليلة جدا وبشكل هادئ جدا، يعني يكونون عادة مع يعني أهاليهم. كذلك تقام بعض المناشط في منتزه الأحساء الوطني، من ضمنها بعض المهرجانات والإيفنتات بين فترة وأخرى، كذلك بعض المناشط الرياضية وبعض المسابقات الرياضية تكون في هذا المكان. على سبيل المثال بعض السباقات الماراثون مثلا، بعض سباقات الدراجات الهوائية تقام في هذا المكان بين فترة وأخرى. بالرغم من تواضع الخدمات المقدمة في المنتزه وغياب الخدمات الأخرى، ورغم عمره الذي يتجاوز 50 عاماً، إلا أن أهالي الأحساء وحتى اليوم يتوجهون شبه يومياً لمنتزه حجز الرمال لقضاء وقت مريح برفقة أطفالهم. وصلنا مستمعي نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مشروع حجز الرمال بالأحساء والاستمتاع بالأجواء البرية. في أمان الله. ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.